غادي نتواصلوا مع الاختصاصي الطب والحلويات نظام طنطان اللي مجدى العديد من الحلويات البسيطه جدا بمناسبه العيد السعيد. الله يدخلوا عليكم علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. اهلا بك نزهه. صباح النور. صباح الخير، لاباس عليك؟ غير ما تصالبش عليك. الحمد لله، تحيه عليك وكل عائلتك بارفود وكل مستمعينا الاوفياء بطنطان. تنجيلهم تحيه كبيره. بارك الله فيك اختي، وانا بدوري كنوجه لكم تحيه لكل طاقم المنادي والمغاربه كلهم داخل وخارج الوطن. لا لا على خير. بارك الله فيك. نبقى فينا يعني ايام قليله كتصنع على العيد ان شاء الله، وماذا بنا على انه نوجدوا شي حلويات من يدك ان شاء الله. داكشي علاش حنا بغينا شي حلويات اللي يكونوا ساهلين وبسيط، لانه كنتي المفروض انك تعطينا كعب الغزال، وخلينا لواحد المره اخرى ان شاء الله باش ناخذ الوقت الكافي ان شاء الله. ان شاء الله نحضروه، لانه كيف ما قلتي يعني كيحتاج لانه نتبعوا معك المراحل ان شاء الله. وجدت لكم ثلاثه ديال الحلويات كما قلتي بسيطه ومتناول جميعا. عندنا في الاول فقط كيكون هو مربع وفقاس، ولكن الشكل ديالو غادي نخرج على داك الفقاس العادي، هو كيجي الشكل ديالو مربع باللوز والشكلاط، هو كيجي ديالو بني في هذوك القطط ديال اللوز. واخا اذا غادي نسميوه فقاس مربع مربع باللوز والشكلاط. اييه. عندنا في القصريه غادي نديرو ربعه ديال الزبده نباتيه، من الاحسن تكون نباتيه ماشي مارغارين، ونضيفو ليها 300 غرام سنيده، اكثر من ربعه 300 غرام سنيده، وجوج معالق كبار ديال بودره الكاكاو المره، معالق كبار. وغادي نخلطو بالكف ديال اليد هاد الزبده والسنيده والكاكاو. هي قلت لنا ربعه ديال الزبده نباتيه مع 300 غرام ديال السنيده، ونضيفو جوج معالق كبار ديال الشكلاط غبره اللي هو مر. اييه. وغنبقاو نخلطو حتى نحصلو على واحد البوماده، وغادي نضيفو ربعه ديال البيضات. يعني من نجمعو نحصلو على كريمه غنضيفو ربعه ديال البيضات. ربعه ديال البيضات بالوحده بالوحده فينا كنخدمو بديت. اييه تدريجيا وحده مر وحده. ربعه ديال البيضات فوق هذيك الربعه ديال الزبده وفوق ديك 300 غرام سنيده وجوج معالق ديال الكاكاو، كنخلطوهم كيعطينا واحد البوماده بنيه بزاف، ونزيدوها ربعه ديال البيضات بالوحده بالوحده. من بعد كيكون عندنا ربعه ديال اللوز بالقشره ديالو كنمسحوه، كنكونو قطعنا كل حبات اللوز على ثلاثه ولا على اربعه، كنكونو قطعناها بالموس، ربعه ديال اللوز ممسوحه ومقطعه كنكون حدانا، وغنضيفو على هاد الخليط. اييه. ومعلقه كبيره ديال المزهر. معلقه كبيره ديال المزهر. وخماره وحده ديال الحلوه. وخماره وحده ديال الحلوه. هادشي اللي فيها طحين صافي. الطحين كافي. الطحين كافي كنبقاو نضيفو بشويه بشويه، حنا كنخلطو بشويه بشويه حتى كتجمع لينا، هي ما كتكونش قاصحه وكتكون شويه بحال صابلي منخوفه شويه، يعني كتكون تقريبا بحال صابلي، لان الا قصحناها ملي غادي نكونوا نحربلو هذاك اللوز غيخرج لينا من العجينه. واخا. يعني غتكون شويه منخوفه، ماشي منخوفه عاوتاني بزاف باش ما تسيحش. يعني بين وبين. المهم بحال صابلي تقريبا، يعني راه جميع السيدات كيعرفوا العجينه الصابلي كيفاش كتكون. من بعد غادي نصنعوا من هاد العجينه حلابل تقريبا القياس ديالهم قياس الفقاس. الفقاس هو ماشي غير صغير، هو الفقاس العادي. حرابل كنحاولوا هاد الحرابل هادو كنضغطوا عليهم من الفوق بيدينا ومن الجوانب باش كيعطينا واحد مستطيل، باش الا قطعنا نحصلوا على مربعات. يعني مفهوم هادي في الاول كنديروا حرابل حرابل عادي صغير شويه على نبدلك الصغير ديال الحلوه، داك القياس هذا حرابل طويل. ومن بعد ملي كنديروا هاد الحرابل هذا كنضغطوا بيدينا من الفوق ومن الجوانب ديال هاد الحرابل، يعني باش تيجينا شكل مستطيل، باش ملي بغاو نقطعوه يعطينا شكل مربع. غادي نلفوه بطابية ألمنيوم ولا بهذاك السلفادي، وغادي نديروه في المجمد. هاد المستطيل الطويل غنديروه في المجمد تقريبا ساعتين حتى ثلاثة السوايع. ومن بعد غادي نشيدو هذاك بطابية ألمنيوم وغنبقى نخرجو بالواحد بالواحد تقريبا. هاد العجينة غادي تعطينا أربعة ديال الحرابل حتى لخمسة الحرابل. وغادي نخرجو بالواحد بالواحد باش ما كيتيحش ليناش، حتى كنقطعو نقطعوهم مربعات ونحطوهم في طاوله مدهونه. واخا. فكنساليو وكيكون الفران عندنا سخون وناقصين له، ناقص بزاف كنديروه في الفوق حتى كيطيب لينا، وعاوتاني نبدلو الفرن كنحصلو على فقاس هو مربع، وفي نفس الوقت بحال صابلي وبنين، يعني شيت وزوين. كنا مسكينا كيجربوه ويطيب لنا الفرن. الله يعطيك الصحة. طريقة يعني واضحة والمقادير متناول جميع السيدات تبارك الله عليك. هذا الفقاس كيف ما قلنا باللوز والشكلاط، وكيجي على شكل ديالو مربع، نغيرو شوية نخرجو من الفقاس العادي. ماشي صابلي بالكركاع، صابلي هو بالكركاع. صابلي بالكركاع. اييه. اللي بغات تعوض الكركاع باللوز يعني نفس المقادير نفس الطريقة. اييه نعوضو الكركاع باللوز. باللوز. اللوز بالكركاع واخا. عندنا هنا صابلي بالكركاع، عندنا نص ربعة ديال الزبدة 125 غرام ديال الزبدة. نص ربعة ديال الزبدة 125 غرام. وعندنا 140 غرام ديال السكر كلاصي.
اكثر من نص رابعة بشوية 140 غرام سكر جلاسي، ونص كاس عادي، كاس عادي ديال اتاي ماشي العنبان عادي، نص كاس ديال الزيت وفانيليا وحدة. عندنا نص رابعة ديال الزبدة 125 غرام الزبدة و 140 غرام ديال السكر كلاصي، ونص كاس عادي ديال الزيت وفانيليا وحده. غادي نخدموا هاد الزبده والسكر كلاصي والزيت حتى كاين العناصر كلها كتندمج بيناتها، ونزيدوا بيضه وحده، بيضه وحده ومعلقه صغيره ديال العسل، العسل عادي ديال الدار، ونص خماره ديال الحلوه، وتقريبا واحد 70 غرام حتى 80 غرام ديال الكركاع كنكونوا طحناه وغربناه، طحناه ومطحون ومغربل. اللي بغات دير اللوز دير اللوز بالقشره ديالو طحنو وتغلو، يعني كيكون رقيق. ومن بعد غنضيفو معلقه كبيره ديال النشا، يعني حتى انا داير المقادير نص رابعه ديال الزبده و 140 غرام سكر كلاصي ونص كاس ديال الزيت وفانيا وحده. غادي نخدموهم ونضيفو بيضه وحده ومعلقه صغيره ديال العسل ونص ديال الخمانه ديال الحلوه و 70 غرام ديال الكركاع كيكون مطحون ومغربل، ولا اللوز مطحون ومغربل بالقشره ديالو، ومعلقه كبيره ديال النشا وجمعوا في الطحين. معلقه كبيره ديال النشا وجمعوا في الطحين. جمعوا في الطحين، كنجمعوا في الطحين يعني نفس بحال القياس ديال العجينه الاولى كتكون شويه مرخوفه، كنفرشوا هاد العجينه، اما كنرشوا اذا كانت مرخوفه كنرشوا الطحين فوق الطبله ولا فوق الخامه، اما كنديروا واحد البلاستيكه ونديروا العجينه فوق منها عاوتاني بلاستيكه اخرى وكنفرشوا بالمدلك. واضحه. كتكون هاد العجينه شويه واحد سنتين شويه، المهم غليطه شويه لان ما كتلصقش، يعني بوحدها كنقطعوها دواور بمرشم كيكون مسنن ولا مربع، هو يكون مسنن وكنديروها كطيب، يعني الفران كيكون سخون من قبل وناقص. ملي كيطيبو لنا هاد الدوائر ولا المربعات كنكونو مذوبين الشكلاط، اما الابيض اما الاسود كيكونو مذوبينو في حمام مريم، وكناخدو شويه واحد معلقه صغيره من هاد الشكلاط وغندهنو باللوجه ديال صابلي. اللوجه ديال كنخدو ماشي كولو، يعني غير واحد الدائره، الا كان هو صابلي مدور غنلقاو واحد الدائره، ولا كنربع غير شويه في اللوجه ديالها، وكنحطو نص ديال الكركاع الا كنا دايرينو بالكركاع، وكنحطو حبه ديال اللوز الا كنا دايرينو باللوز. هكذاك يعني واضح لحد الان؟ واضحه. يعني وصافي كنخليوها حتى كتبرد وبالصحه والراحه. يعني طاجين بسيط الوجه ديالو كيكون بالشوكولاط وفوق منه واحد نص حبه ديال الكركاع وهشيش، وفيه السمسمه ديالو ديال الكركاع وبالصحه والراحه. ايه دابا عرفنا معاك العجين ديال الصابلي، عندنا دابا العجين ممكن نحضرو منه حشوات مختلفين، وكيف ما قلتي اما نزينو بالكركاع وبالنكهه ديال الكركاع ولا باللوز. ولا باللوز. الله يعطيك الصحه تبارك الله. بارك الله فيك. ولا نرقكم ولا نسقوه كيما بغينا بالمربى. واخا. المهم العجينه واللي بغات تزين على حسب شنو متوفر عندنا في الدار. وبالنسبه للحلوه باش غنختم بها، واحد السيده كانت طلبات غريبه بالكوك. اييه غريبه بالكوك. كانت غريبه بالكوك وسميده، وانا غنجاوبها لان كنسالاتكم علاش يعني كتشقق ولا كتشقق. اي ربما كدير هاد الغريبه كديرها في الطاوه من الماء عليها من الفوق، يعني اي غريبه كطيب عاديه ديال الكوك، ولكن الحاجه الغريبه الوحيده هي البهله اللي كنديروها نار من الفوق حتى كطرطق عاد كنطلعوها الفوق، يعني غير البهله بوحدها. ولكن الغريبه كتكون بالكوك ولا بالسميده كنطيبوها عاديه بحال الحلوه، كنديروا الطاوه من الفوق حتى كتشقق لينا كتطلع وكتشقق، ومجرد ما كنزلوا الطاوه لتحت هي راسها كتشقق. يعني الا مشات صبقات لتحت غتشقق ليها ولكن ما غتنفخش، غتجي سايحه وما رقيقه، غتجي ديك الحلوه رقيقه، ولكن غنطيبوها عادي. انا كنصح السيده انها طيب هذه الغريبه عاديه بحال الحلوه، حتى بلي طيب من الفوق وتنزل الطاوله لتحت عاديه. بالنسبه لهذه الغريبه عندنا 6 ديال البيضات. ايه غريبه بالكوك كوك وسميده 6 ديال البيضات و 300 غرام سنيده 300 غرام ديال السنيده اكثر من الرابعه، وفانيليا وحده واحد فاني، وغادي نطربوهم في خلاط كهربائي بحال اللي باغي نطحنوا العصير. يعني 6 ديال البيضات و 300 غرام سنيده وفانيليا وحده. حنا كنطربو وحنا كنضيفو كاس ديال الزبده مذوبه كاس عادي بحال اللي كنحضروا المايونيز، واخا نطربو البيض وحنا كنضيفو كاس ديال الزبده مذوبه، وغادي نضيفو كاس ديال الزيت، زيت نباتيه عاديه. من بعد هاد العناصر كلها غادي نفرغوهم في واحد القصريه، هاد البيض والسنيده والزبده والزيت نفرغوهم في قصريه، غادي نضيفو ليهم جوج حامضات محكوكين، جوج قشرات ديال الحامضات محكوكين، واحد ياغورت ديال الفاني ولا البنان، واحد ياغورت بالنكهه ديال الفاني ولا البنان، ولا البنان، وغادي نبقى نخلطو، وحنا كنضيفو نص كيلو ديال الكوك،
السكيلو غنبقى نضيفوه بشويه بشويه حتى كنكملو داك السكيلو. من بعد غادي نضيفو 3 ديال الخمارات ديال الحلوى، 3 ديال الخمارات ديال الحلوى، وغادي يكون حدانا نص كيلو ديال السميده الرقيقه، ما غنكملوهش هذاك نص كيلو، يعني نقدروا نخليه واحد تقريبا كاس. دابا مع الكوك كيجمع لينا، وملي نزيدو السميده اللي ما نديروش نص كيلو كلها ندخلوها كيلو، حنا كنبقاو نضيفو السميده بشويه بشويه على حسب نوعيه السميده، لان كاينه اللي كتشرب وكاينه اللي ما كتشربش. فعلا غنبقاو نضيفو السميده بشويه بشويه صافي، حتى كنعرفو القياس ديالها كتكون مرخوفه بزاف، يعني جاريه واحد شويه، لان ملي كن ما بين ما كنغسلو يدينا ونمشدو مازال كنلقاو هذاك الخليط راه شرب لينا هكذاك. هنا الا مشيتي نزا شحال ديال الخمارات قلنا؟ 3 ديال الخمارات. 3 ديال الخمارات واخا. لا تستغنى عن 6 ديال البيضات، 600 غرام سنيده، وفانيليا وحده، غنطربوهم في خلاط كهربائي، وحنا كنطربو حنا كنضيفو كاس ديال الزبده مذوبه، كاس عادي ديال الاتاي، وكاس ديال الزيت، ومن بعد ما كنطربوهم كنفرغوهم في واحد القطريه. واخا. كنضيفو ليهم جوج ديال القشرات، جوج قشرات حامضات محكوكين. وياغورت اما بنكهه الفاني اما ديال البنان، ونص كيلو ديال الكوك، 3 ديال الخمارات الحلوى، وكنجمعوا السميده ما كنكملوش نص كيلو، كيلو ديال السميده رقيقه ما كنكملوش، ما كنكملوش نص كيلو. اييه على حسب. اييه من بعد غادي يكون عندنا مظهر في واحد الزلافه ولا في واحد التقصير صغير، غادي غير ندهنوا يدينا، يعني ما نغمسوش، بعض السيدات كيكونوا خاطئين انه يغمسوا هاد الحلوى في مظهر، الا غمسوها في مظهر عاد سندوها في سكر كلاصي، باش كيطيب هذاك السكر كلاصي كيطير من الفوق، فهمتي، كيبقى فوق الحلوى. داك السكر كلاصي كيتنفخ ومع المظهر بحال اللي كيتذب، وما كيبقاش الوجه ديال الحلوى فيها هذاك المنظر ديال السكر كلاصي. يعني غادي ندهنو غير يدينا، غندهنو يدينا بمظهر، ونصنعو كويرات كنفندوهم في السكر كلاصي كيكون بودر بزاف بزاف، وكنديروهم في طاوة مدهونة، كنبعدو بيناتهم، كيكون الفران سخون ونقصنا ليه، ونديرو الطاوة غير من الفوق، يعني حتى كتنفخ لينا الحلوى، عاوتاني نزلو لتحت غير مجرد ما كنزلوها راه كتشقق، يعني كتبدا تشقق من الفوق، وملي كنزلوها كتكمل، وملي نخرجوها نخليوها حتى كتبرد، عاد كنحيدوها من الطاوة، ما نحيدوهاش وهي سخونة،